السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة المرابطون وتتابعون فيها. مصادر إخبارية تقول إن الرئيس الموريتاني قد شكل طاقم حملته الرئاسية، والمرزوق يتولى رئاسة الحملة. موريتانيا تشارك في مؤتمر حول الاستراتيجيات المتكاملة للأمم المتحدة بمنطقة الساحل في العاصمة المالية باماكو. وفي الرياضة تتابعون ضمن هذه النشرة، المرابطون يفوز على منتخب غينيا الاستوائية بهدف لصفر في إطار المرحلة الثانية من تصفيات الكان الإفريقي المقام العام المقبل بالمغرب. أهلا بكم. قالت مصادر صحفية إن الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز قد شكل طاقم إدارة حملته الرئاسية، ويتكون الطاقم حسب بعض المصادر من وزراء ومستشارين في الرئاسة، وقد عهد لمدير منظمة استثمار نهر السنغال السابق محمد سالم المرزوق بإدارة هذه الحملة. المزيد في سياق التقرير التالي. الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز، وقبيل ساعات من تحليق طائرته في اتجاه قديماقة والبراكنة، يقطع الشك باليقين حول جدل تأجيل الرئاسيات باختيار طاقم حملته نحو القصر الرمادي بحسب أنباء صحفية. الوزير السابق محمد سالم المرزوق، وبعد منظمة استثمار نهر السنغال، يجد نفسه اليوم في مهمة تعزز مكانته لدى الرئيس باختياره مديرا لحملته، فيما كان وزير الاتصال سيد محمد والمحم ورئيسة مجموعة واكشوط الحضرية ماتي منت حمادي ووزيرة الشباب والرياضة فاطمة توفال منت الصوينع من أبرز وجوه حملة الرئيس والعبد العزيز، والتي ضمت مستشارين برئاسة الجمهورية. في حين تقول بعض القراءات التحليلية إن اختيارات الرئيس لطاقمه كانت من وجوه التكنوقراط في بعض جوانبها. المرزوق لا شك أنه شخصية عنده خلفية دولية، ولأنه كان عنده بعض المشاكل، والله قاع جل مشاكله جاية من النظام الحالي، هم اللي على الأقل عرقلوا انتخابه مرة أخرى، بغض مع أن الدول الأخرى كانت تبقى تستمر في نهج إصلاح منظمة استثمار النهر السنغال، وعادت مشكلة على الأقل ما طرحتها له دولته، هي اللي طرحت له المشكلة وعادت له عائق. إدخال وجوه من الإدارة كمدير السنيم واللوداعة أمر يرى فيه بعض المراقبون استغلالا لنفوذ الدولة من قبل حملة الرئيس، وبالتالي استخدام هذه الشخصيات مثل مدير الشركة الموريتانية للمناجم وكنام ومدير صندوق التأمين الصحي، نرى بأنه زج بالإدارة الرسمية والقطاع العام في حملة المرشح الرئيس محمد ول عبد العزيز. إدارة حملة الرئيس ول عبد العزيز في الرئاسيات القادمة تجد نفسها في مهمة تسويق برنامج ول عبد العزيز، وهو أمر تقول بعض التحليلات إنه لن يكون صعبا على ول مرزوق وطاقمه. يشارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون أحمد التجدي في مؤتمر حول الاستراتيجيات المتكاملة للأمم المتحدة في منطقة الساحل منظم في العاصمة المالية باموكو، ويناقش المؤتمر التطورات في منطقة الساحل وكذا الاستراتيجيات التي تقدمت بها بعض المنظمات والهادفة إلى الاستتباب الكامل للأمن في المنطقة. أعلنت مبادرة 5+5 خلال حفل نظمته بالعاصمة نواكشوط دعمها ومساندتها لانتخاب الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز لمأمورية رئاسية ثانية. وقالت رئيسة المبادرة المهندسة مريم منت بومبا في كلمة ألقتها بالمناسبة إن الإنجازات التي حققها الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز خلال مأموريته الرئاسية المنصرمة والتي شملت مختلف المجالات تؤهله لانتخابه فترة رئاسية ثانية من أجل مواصلة مسيرة العطاء والبناء. تظهر في الساحل قائد وطني موبل يحمل مشروعا إصلاحيا حقيقيا يعبر عن آلام وآمال وطموحات شعبنا، قائد فتح لنا آفاق المستقبل وجعلنا نحن رفقة أفضل لأجيالنا القادمة. أيها الأخوة، أيتها الأخوات، كما تعلمون جميعا وقد أشرفت مأمورية رئيس الجمهورية على نهايتها وانقضت بسرعة. 5 سنوات كانت مليئة بالعمل والإنجاز والصالح وعلى الصالح العام.
خمس سنوات هزم فيها الإرهاب واستتب الأمن والاستقرار، وأصبحت قواتنا المسلحة قادرة على القيام بمهامها النبيلة بعد أن تم تجهيزها بالعدة والعتاد. خمس سنوات من النمو والازدهار والتنمية الاقتصادي، خمس سنوات من الحكم الرشيد ومحاربة الفساد ومكافحة الفقر وتوزيع القطع الأرضية والمساكن الشعبية. تشهد العاصمة الموريتانية نواكشوط منذ أشهر عمليات إصلاح وإعادة هيكلة لشوارع العاصمة التالفة وسط ترحيب من البعض بهذه الخطوة وانتقاد البعض الآخر لها. نتابع التقرير التالي. في أجزاء مختلفة من العاصمة نواكشوط بدأت منذ فترة عمليات ترميم الشوارع وإصلاحها، مما أدى إلى إغلاق الشوارع والطرق الرئيسية التي تعبر منها السيارات بمختلف أشكالها، خصوصا هنا في الدائرة الخامسة والسادسة، مما جعل البعض يضعها موضع ترحيب. أعتقد أن تعبيد الطرق أمر إيجابي من أجل النهوض بالتنمية في البلد، وما تم إنجازه في هذا الصدد يعتبر خطوة هامة. وإن أمكن تعبيد كل الطرق في موريتانيا فإن الأمر سيكون جدا مهم. هذه الإصلاحات لها فائدة مستقبلية على سلامة الجميع، إلا أنها خلفت أضرارا جسيمة على المارين الذين أصبحت سياراتهم تتهالك يوما بعد يوم، كما أن البعض الآخر بدأ متخوفا من عدم الاهتمام بالصرف الصحي الذي يقيهم خطر الفيضانات والأمطار. لنجينا أصحاب كومين كامل يقود للماء، والماء يوخى من تحت ديار ويا قدرون، نحن ما عندنا في شيء بين حد شاورك يعرانو راقب ونيجي وارك ميري هون لا يمتلئ من الماء، وهاي بليد لا يمتلئ يفر ديار ولا يقيس الماء أو ويأتي أول فيه سبون بالنسبة لعدرو هاي قدرون، قال يأتي أول فيه كانالزاسيون وتم نينجي الماء ودوعدو. المنطقة هنا عانت كثيرا من التهميش لفترات طويلة ماضية، مما جعل البعض يشكك في أنها عملية سياسية، خصوصا في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية. هناك مناطق مثل المقاطعة الخامسة والسادسة والسبخة تم نسيانها أو بالأحرى تجاهلها. فقط عند انطلاق الحملة بالضبط يبدأ الرئيس وحكومته التفكير في الأمر، فمنذ شهرين تقريبا قاموا بتعطيل الطرق بوضع الرمل زاعمين أنهم بصدد تعبيد الطرق، لكنهم حتى الآن لم يكملوا أكثر من 100 إلى 250 مترا، والتي هي في الواقع لا تساوي شيئا ولن تصمد طويلا. هو إذن حال وواقع اعتاده السكان الذين انقسموا بين مرحب ومتضرر من هذه الإصلاحات، ففوائد قوم عند قوم مصائب. رياضيا، ضمن هذه النشرة، فاز المنتخب الوطني المرابطون على نظيره منتخب غينيا الاستوائية بهدف لصفر في مباراة جمعت بينهما على أرضية الملعب الأولمبي في العاصمة نواكشوط، وذلك في إطار المرحلة الثانية من تصفيات الكان الإفريقي المقام العام المقبل في المغرب. هدف المباراة الوحيد سجله لاعب المنتخب والمحترف في صفوف نادي حمام أنف التونسي إسماعيل جاكيتي في الدقيقة 76 من عمر المباراة. الفوز بهذه النتيجة يعتبر إنجازا مهما أمام منتخب كغينيا الاستوائية جل لاعبيه من المحترفين. الهدف كان بالنسبة لنا هو الفوز، وقد حصلنا على ذلك. لقد كنا أمام ضغط كبير على المستوى الفني وكنا نطمح إلى نتيجة أكبر، لكن كرة القدم هي هكذا، والآن علينا أن نبدأ التحضير لمباراة الإياب. سنخوض مباراة الإياب بحساب أننا فزنا بهدف لصفر ذهابا، وهو ما يحتم علينا بذل المزيد من الجهود من أجل الفوز كذلك. نحترم قدرات المنتخب الخصم، لكننا أيضا نثق كثيرا في قدرات لاعبينا، وسنعمل على تخطي بعض الصعوبات التي تواجههم من أجل كسب رهان المباراة القادمة. نحن جد سعداء بهذا الفوز الذي أحرزناه أمام منتخب غينيا الاستوائية. المباراة كانت صعبة للغاية،
لقد تعبنا كثيرا لكننا قدمنا ما بوسعنا. سعداء بالجمهور الذي حضر معنا، سعداء بالوطن الذي دافعنا عن ألوانه، وسعداء أيضا بمدربنا وبجل لاعبينا. الآن لم نفز إلا في مباراة الذهاب، ولا تزال تنتظرنا مباراة العودة، لكننا سنكسب رهانها بحول الله. المباراة لم تكن سهلة، لكننا حضرنا لها كثيرا منذ أسبوع في نواكشوط. مباراة العودة ستجرى على أرضهم وأمام جمهورهم، وستكون صعبة لا شك، كما هو الحال في هذه المباراة. فالحضور الكبير للجماهير فرض علينا الفوز، وسيكون الأمر كذلك بالنسبة لمباراة الإياب. ألف مبروك للمنتخب الوطني. مشاهدينا الكرام، نهاية النشرة. تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. مصادر إخبارية تقول إن الرئيس الموريتاني قد شكل طاقم حملته الرئاسية، والمرزوق يتولى رئاسة الحملة. موريتانيا تشارك في مؤتمر حول الاستراتيجيات المتكاملة للأمم المتحدة بمنطقة الساحل في العاصمة المالية باماكو. وفي الرياضة، تابعتم المرابطون يفوز على منتخب غينيا الاستوائية بهدف لصفر في إطار المرحلة الثانية من تصفية الكأن الإفريقي المقام العام المقبل بالمغرب. بإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة بثنا الحي على موقع القناة الإلكترونية المرابطون.tv. لكم تحيانا، السلام عليكم ورحمة الله.